Hello guys and welcome back to my channel Arabic with me Rana. In today's video we are going to speak all in Arabic and it's again a Q&A questions answers video. You asked me and I am going to answer you in this video. If you have any further questions that I did not cover or haven't covered yet, you might go to my Instagram or here on the comments below or whatever posts that I post on YouTube, Instagram, Facebook, or on my podcasts as well. You can ask me there. Any comment, any question is welcome. I just want to mention something before we go, that my videos are not edited so well because I don't have the materials and I don't have the time and I don't have the editing tools, or actually I have the editing tools but I don't have that much time to make the video the best shape. So it is the best for me as I have this exact time to make my videos and to give you a free content. So I'm not going to say that I'm sorry because I'm okay with this and I'm proud of my videos. We need the content, we don't need the shape or the appearance of the video. So without any further ado, let's get started. أول سؤال, كيف تعلمتي اللغة الإنجليزية؟ من زمان كتير اكتشفت حبي للغات من لما كنت صغيرة وأهلي إلون أكبر دور بهالشي لما اكتشفوا هنن هيدا الحب اشتركوا لي بالقنوات التلفزيونية المدفوعة يلي بتحكي باللغة الإنجليزية ومن هون بلشت الرحلة الحلوة بتعلم اللغة الإنجليزية ومثل ما بتذكر كنت أشطر وحدة بالمدرسة بالإنجليزي وبعدين صرت اتفرج على كتير أفلام أمريكية وأيام كانت تمر أحضر شي 4 أفلام باليوم. Oh my god, that's a lot. حتى دروس العربي بالمدرسة كنت ترجمة للإنجليزي حتى أحفظها. بتعرفي غير الإنجليزي والعربي؟ إيه؟ طبعاً بحكي تركي وصلت للبي 2 وآرامي سرياني وبفهم فرنسي بس ما بحب أحكي وأكيد إنجليزي وعربي وهلأ صار لي شهر عم فكر شو اللغة الجديدة يلي بدي اتعلمها بس لسه ما عرفت شو هي. شو هو اكتر مسلسل اجنبي بتحبي؟ ما عندي مسلسل مفضل بس بحب المسلسلات الامريكية بفترة الالفينات. When I say الفينات, it means that it's the very first couple of years of 2000s. ومسلسلات التحقيق. ولا. بتحبي برامج الحياة الواقعية؟ لا. أبداً. أبداً. ما بطيئن. ما بطيئن. في سياحة بسوريا. هلأ؟ إيه في قليلة طبعاً مش متل قبل بس في الناس عم تيجي على سوريا
من كل البلدان خصوصا هلأ بفترة الصيف. بعرف انه السوريين عم بيقولوا انه الوضع سيء وهيدا الشيء مظبوط، بس الوضع السيء هو للناس يلي جوا البلد. Of course not proudly speaking about that, but only speaking about the facts. لأنه الوضع الاقتصادي زفت، بس بشكل عام الأمان 99% ممتاز. فأكيد أنا بشجع على السياحة إذا بدكن، خصوصا باللادقية، جبلة، طرطوس، حمص، حما ودمشق، وهيدا الشيء رح ينعكس علينا كمان ويمكن تساعدوا بلدنا أكتر. تشربوا كحول بسوريا؟ وشو بتحبي تشربي؟ ايه اكيد يلي بده يشرب فينو يشرب. طبعا انا بحب الشامبانيا بس ما بشرب كتير. شو هواياتك؟ بعزف على الكمانجا، بلعب بينج بونج، وبحب اتعلم لغات. انتي مرتبطة؟ لا ما مرتبطة. وانتو مرتبطين؟ سمعت مرة عم بيقولوا شي بيضحك عن الشام، انه الناس بيدلوكي عالطريق غلط، صح هالحكي؟ That's hilarious, by the way. I don't know where you got that. But anyway, هلأ بصراحة مرة صار معي هيك ودلوني على شي غلط، بس تاني مرة دلوني صح، فماني متأكدة، بس هيدا صيت معروف عن الشام. بس لكون صريحة أنا مش متأكدة. بتحبي تطبخي؟ لا أبدا ما بحب الطبخ، ويلي بده يتجوزني لازم يجيب لي حدا يساعدني. Or maybe he can help me. Wouldn't that be beautiful? Marrying a chef, for instance. Oh my god, that's the best. أي بلد هو الأحلى بالنسبة إليك؟ أكيد الأحلى هو سوريا ولبنان. بس إذا بدي استثني هدول البلدين، فأي بلد عنده طبيعة حلوة وكتير خضار بحبه. أوروبا بشكل عام هيك، وأمريكا كمان، وتركيا. أما البلدان العربية فتونس بلد حلو. شو درستي بالجامعة؟ درست فيزياء وترجمة. فيزياء وترجمة لأنه بحب الأشياء العلمية. ولو درست بس ترجمة كنت نسيت الأشياء العلمية تماما، فدرست فيزياء كمان. بتحبي الحيوانات؟ أكيد بحبهم، بحب الكلاب كتير، بس ماما مع حساسية وما فيني ربي كلب عندي. This was our video for today. I hope you like it. If you like it, do not forget to subscribe to my YouTube channel and to go to my Instagram, because I'm posting lots and lots
and lots of stories and posts about Arabic, Levantine, and also standard Arabic, but Levantine more in the stories. So if you like to interact more and to send me some messages, to chat with me, you are so welcome to go to my Instagram. Don't forget also that I have a podcast, and I will put this exact video, what I said in this video, what I spoke in this video, in the podcast, and I will speak faster and slowly in that podcast on Spotify or any other podcast that you will find on Google. So don't forget to go there and subscribe there as well. And of course, I have my Facebook page. And don't forget, never forget to subscribe to my YouTube. Thank you so much, guys. If you like the videos, the likes are perfectly appreciated, and also the comments are the best, like really the best, because I will know if you like the video or not. If you like it, tell me why. If you don't like it, tell me why. Some people are just making the dislike button. I just want to know why. Like, I don't want you to not put the dislike button, please do it if you like it, but I want to know why you don't like it, so it could be a suggestion for a better video the next times. Thank you so much for watching, and I love you so much, guys. And stay safe, take care, and see you in next videos. Bye bye. Mwah, mwah, mwah. Bye. Know the cases or the meanings of the word sar? You have my video here or here, I don't know. One of the tops on the cards. You may see it to look to the sar meanings, because they are a lot, and I am the only one who covered them, proudly speaking. Thank you.